جاهزة؟ يلا. مبسوطة؟ يو هابي؟ فعلا؟ منكم موهوبة جدا حقيقة، مبروك الجولدن باز. وأحمد يعني كان صائب جدا لأول مرة بحياته بالجولدن باز. مبروك، ألف مبروك. باي باي. You're a winner, and we will see you again in the semifinals. Congratulations. خرب بيتها قتلتني. أول ما غمضت عيونها لتركز على الموسيقى وعملت هيك، والله العظيم عرفت في عندها شيء مش عادي، بس مش عارفة أوبرا. حسيت بملايكة والله. ملايكة والله العظيم ملايكة. أحمد فعلا صبر، والانتظار كان بيستاهل. أحمد أقوى جولدن حقيقي بازور أخذته هي. إيمان أثبتت إنه بالرغم من عمرها فاقت كل التوقعات. هيدي البنت بتصور تطلع الأولى.